تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية الندوة التعريفية الأولى عن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي تحت شعار نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين. وتم خلال الندوة التعريف بالجائزة وأهدافها وشرح أبرز معايير التقييم للمؤسسات والجمعيات الخيرية المشاركة في الجائزة، بالإضافة إلى شروط وضوابط المشاركة في هذه الجائزة في نسختها الأولى والتي تم إطلاقها على مستوى الوطن العربي بهدف تطوير أداء المؤسسات والجمعيات ذات البعد الإنساني من خلال المنافسة على الفوز بالجائزة بتطبيق معاييرها التي تعكس تقييم الأداء في العناصر المختلفة. وأعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن تطلعه لتمكين كافة المنظمات الأهلية لتقوم بدورها الريادي في العمل التنموي كشريك موازن للقطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى أنه وفي سبيل تحقيق هذه الغاية قامت مملكة البحرين بتأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الذي يمثل نموذجا نتمنى تعميمه في المنطقة العربية بهدف تقديم الدعم الفني من تدريب واستشارات وتطوير للبنى الأساسية للمنظمات الأهلية من أجل أن تخرج هذه المنظمات من نطاق العمل الخيري الرعوي ذي المردود الاجتماعي قصير الأمد إلى العمل التنموي الشامل ذي المردود الدائم طويل الأمد. نحن كمنظمة معنيون بالتنمية الإدارية في الوطن العربي، وهذه منظمة يعني يشارك بها وزراء الخدمة المدنية العرب، ومن ضمن أنشطتنا نشاط الجوائز على المستوى العربي طبعا برعاية مؤسسات أو أفراد، وهذه الجائزة جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري هي إحدى المشاريع المنظمة بالتعاون والشراكة والرعاية الكريمة من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية. طبعا الجائزة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتهدف في المقام الأول إلى إثراء روح المنافسة الشريفة بين مؤسسات العمل الخيري والإنساني للوطن العربي من أجل الارتقاء بالأداء وبالتالي تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من هذه المؤسسات من خلال مؤسسة العمل الإنساني والخيري بالوطن العربي. طبعا الجائزة تشتمل على 9 معايير رئيسية يتفرع منها 31 معيار فرعي. طبعا هذه المعايير في الحقيقة تشتمل على كافة مجالات العمل الإنساني ابتداء من القيادة والإدارة والأمور المالية وتقديم الخدمات للمستفيدين والخطط والاستراتيجيات وخلافه.